التزهير وللقهوة البنفسجي، طبعا هذا من أندر الألوان الموجودة بالعراق. 1% بالمشاتل لو تحصلها لا ما تحصلها. شتلات ارتفاعات يعني توصل مثل ما تلاحظون قريب للصدر، أحجام حلوة وراح يزهر إن شاء الله، وعضد خشن حلو وسندانة كبيرة. من أجمل الشجيرات الزينة، حالها حال الجاتروفة الحمراء. متوفرة حاليا مشتل القرية، إن شاء الله التجهيز في شهر 9. كمية جدا محدودة بس الموجودات هنا بهذا الرئيس. تحياتي، السلام للجميع.